صبحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله جولتنا بتكون في بلدة سيرفاوس. طبعا بلدة سيرفاوس تبعد عن فيس القرية اللي أنا فيها 3.5 كيلو. هم كلهم بنفس المنطقة. شوف المناظر اللي على يساري. بلدة سيرفاوس فيها شيء حلو، إذا أنت كنت أحد سكان البلدة هذه تقدر تدخل بالسيارة. هي ما يدخلنها السيارات إلا لأهل المنطقة وسكان الفنادق فيها. إذا مش من سكان المنطقة مثلي أنا، عندك طريقتين توصل إلى وسط البلد أو الأماكن السياحية. في باص عن طريق البطاقة هذه اللي هي بطاقة سمركار نقلك مجانا، وعن طريق القطار بس في باركنات مجانية وقفنا السيارات هني، وتي هني الباص يوديك إلى وسط حطة الباصات. بننتظر هني الباص. هذا الباص وصل اللي يودينا إلى محطة سيرفاوس. طبعاً أول ما تركب الباص تحتاج توصل إلى منطقة زايبن اللي هي منطقة التلفريكات. إحنا كنا في هذه المحطة ونزلنا في هذه المحطة. الباص نزلنا في هذه المنطقة. عندك هني تلفريكين، التلفريك الأحمر اللي يوديك إلى منطقة ألعاب وفي بحيرة، والتلفريك سيلفر في كوفي وفي إطلالة. توضيح مرة ثانية بخصوص بطاقة سمركارد، كثير يسألني ليش الأنشطة ما تشمل البطاقة. البطاقة تشمل الباصات، القطار والتلفريكات المنطقة. الأنشطة في أنشطة مجانية، في أنشطة أنت إذا بغيتها في المحطة تدفع لها رسوم. هذاك المدخل يوديك عند التلفريك السيلفر، وهذا المدخل يوديك عند التلفريك الأحمر. الفريك الأحمر بعد في واحد أصفر بس صراحة ما أعرف وين يروح، بس خلونا أجرب هذا أول شيء. بس ما قلت لكم دخلنا بهذه البطاقة مجانا. هي فيها البحيرة ومنطقة ألعاب. طبعا في محطة ثانية بعدين بنطلع لها اللي هي فيها مطل. هذا مدخل منطقة الألعاب، فيها بحيرة وفيها ألعاب للأطفال، ألعاب بسيطة وفيها زحليقة. هني كوفي شوب وهذا البحيرة، والأجواء اليوم شيء من الآخر. شوف الألعاب مجانية، ألعاب عادية يعني لكنها مجان للأطفال صغار وكبار. أتحداك يلا روح. تحداني يعني؟ تحداني؟ ايه يلا روح. زين يلا، هذه سهلة، أنا أتحداك تمشي هني بدون أن تطيح. هي أيوه نروح. أطفال مستانسين يلعبون، مكان مفتوح. طبعا الألعاب هذه مجانية معروفة. أنا أتحداك إنه ما يلحقك الماي. مشاري أضغط ستارت ولا تخلي الماي يلحقك، أباك توصل بأسرع وقت. يلا روح. حلو سريع. شارع هذا اللعبة تعرف كيف؟ لازم كل واحد يدور لونين نفس بعض. يلا هذا لا هذا مال سيرفاوس. انت حصلت ايش؟ راوين حصلت ايش؟ حصلت كلب، لازم تدور بعد الكلب. ها هذا كلب ثاني، خلاص انا فايز. المنطقة هذه صغيرة، المكان اللي كنا احنا فيه امس اكثر حيوية وفي العاب اكثر. هني المميز انه في بحيرة والعاب بسيطة بس.
جولة بالقوارب بستة يورو مدة نص ساعة على هذا البحيرة الجميلة في نفس المنطقة. طبعا ملابس السيفتي تكون معاهم، لازم يلبسوا الأطفال. مشاري مستعد للجولة؟ يلا سوق سوق. أمس ضاربني على الزحليقة واليوم ضاربني على القارب. حركات هذا الولد قسم بالله. جولة جميلة في هذا البحيرة. نقع المي، نقع مش على بالمي؟ نقع. هذا الحلى عندهم مشهور جدا، اسمه كايزر شماغن، طعم عجيب خطير. خلصنا من المرحلة هذه اللي بنطلع القمة اللي فوق. هذه هي المحطة الثانية على ارتفاع 2023 متر. المحطة هذه ما فيها شيء، فقط أطلالة. أكثر الأنشطة اللي تكون فيها في الشتاء لأن فيها رياضات التزلج. وصلنا إلى المحطة الثانية اللي هي التلفريك السيلفر، لكن خلاص خمس دقائق وبيسكروا. تلفريك السيلفر يوصلك إلى هذه المنطقة، بحيرة صناعية وكوفي وفي فندق لهواة التزلج طبعا في فترة الشتاء، وعندك هناك منطقة ألعاب للأطفال، لكن الحين الوقت أعتقد خلاص أوفر. شوفوا هذا التلفريك السيلفر، ما يحتاج تطلع للتلفريك السيلفر والتلفريك الأحمر كل مسار بروح نفس ما احنا سوينا. عندك طريقة أسهل، قبل شوي احنا طلعنا هذه القمة اللي هو بالتلفريك الأحمر، تقدر تنزل توصل إلى نفس المنطقة هذه. انتهت جولتنا اليوم في بلدة سرفاوس، طلعنا التلفريكين، التلفريك الأحمر اللي طبعا اللي هو أجمل في أنشطة وفعاليات الأطفال وبحيرة حلوة، والتلفريك السيلفر فقط في إطلالة. أعتقد أنه هو مهيأ للأنشطة الشتوية أكثر من الأنشطة الصيفية، مع أنه فيه ألعاب بسيطة للأطفال. لكم معلومة، بلدة سرفاوس هي حيوية أكثر من بلدة فيصل أنا ساكن حاليا فيها. فيها فنادق أكثر، فيها مطاعم أكثر، فيها محلات أكثر، فيها سنتر صح أنه صغير لكن فيه أغلب الخدمات اللي أنت تحتاجوها. عند مدخل قرية سرفاوس بتشوفوا هذا المنظر الجميل قبل ما ينقلكم الباص أو القطار إلى وسط البلدة. اللي لفت نظري ملعب كرة القدم، علشان كذا يطلع عندهم محترفين. إحنا الأماكن اللي نلعب فيها الله يستر بس.